تحت شعار بناء منظومة إدارة المعرفة والاستراتيجيات التدريبية، نظم منتدى التطوير الوظيفي الخليجي مؤتمره 16 بمشاركة نخبة من المختصين الخليجيين والعرب في مجال التطوير الوظيفي. يشهد العالم اليوم تطورا سريعا ومتلاحقا في العديد من المجالات المتعلقة بإدارة وتحسين وتطوير ونمو المنظمات، وخاصة في ظل المنظومة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Information and Communication Technology، والتي تدعم إنشاء وتطوير المحتوى المعرفي الذي يعتمد على البيانات والمعلومات والمعارف المتعلقة بمجالات عمل المنظمات. أتطلع من مؤتمرنا هذا التوفيق في الوصول إلى المساهمة الفاعلة في تطوير البناء المعرفي المتميز والتشارك المعرفي المتكامل وإلقاء الضوء على أفضل المعايير والممارسات الحديثة لإدارة المعرفة واستراتيجياتها المتفردة لتحقيق المنفعة والرفاهية لمجتمعنا. مشاركات من جهات حكومية عديدة لأهمية المؤتمر في تطوير الكادر البشري الكويتي، تمهيداً للانخراط في خطة عمل تنموية تعزز مركز الكويت المالي والتجاري. أهمية هذا المؤتمر وأيضاً يعكس أهميتنا إحنا في تطوير العنصر الوطني، وبالذات مؤسسة الموانئ شاهدة على خطة تنمية واعدة مبنية على رؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد أن تكون الكويت مركز مالي وتجاري، ونحن في مؤسسة الموانئ نرى أننا نحن وبمشاريعنا من ضمن خطة التنمية أن نكون بوابة هذه الرؤية السامية. الاستثمار البشري أصبح صناعة بحد ذاتها، إذ تنفق العديد من الشركات والمؤسسات العملاقة في العالم مبالغ طائلة للاستثمار فيها لتحقيق العائد المادي الكبير في النهاية. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.